عندي كمان كام كلمة لأن حجري في المقدمة عشان نعرف ناخد راحتنا مع النجم إمام عاشور. الحقيقة النهاردة فوجئنا بسقوط اللاعب محمد شوقي لاعب نادي كفر الشيخ، كان بيلعب مباراة كفر الشيخ ومركز شباب الأزازين وبيلعبوا في الزرقاء، مركز شباب الأزازين بيلعب في الزرقاء. الحادث مؤلم ويخوف طبعا، الحالة الحمد لله أحسن قليلا من فضل الله عز وجل، لكن هنا نداءاتنا ما راحتش هدر، هنا كلامنا وصرخنا وزعقنا وإصرارنا وتصميمنا ما راحش هدر. عربية الإسعاف موجودة، جهاز الصدمات موجود، التعامل مع اللاعب في الملعب حدث بأسرع وقت، الناس في الزرقاء بقيادة الرجل الجميل الأستاذ سمير موسى رئيس نادي الزرقاء ما سابوهمش اللحظة، موجودين معاهم حتى هذه اللحظة في المستشفى، المستشفى جنب الملعب، جريوا بيه على المستشفى. في الأول قالوا لأ والموضوع ومفيش أمل، لكن الحمد لله أصبح في أمل والدنيا ماشية بشكل جيد. نادي كفر الشيخ أصدر بيان جديد، وبحيي الصديق العزيز عبد الحميد مصطفى رئيس نادي كفر الشيخ لأنه الحقيقة من الناس اللي اتحركوا بسرعة وكان موجود في ثانية بجوار اللعب. نادي كفر الشيخ أصدر بيان جديد بشأن حالة اللاعب محمد شوقي بعد ما سقط بشكل مفاجئ في مباراة الأزازين مع كفر الشيخ ضمن منافسات مجموعة بحري بدور القسم الثاني. اللي اتقال بالظبط ولا بلاش أقول لكم اللي اتقال، خلينا نروح للزميل العزيز رضا الصنباطي. ورضا هو الأنشط في مصر كلها في تغطية هذه الدوريات والمسابقات، والحمد لله هو موجود في المستشفى وهو أول من نفى الخبر السيء عن الولد، وأكثر من تابع ويتابع هو متواجد في المستشفى. رضا مساء الخير يا رضا. مساء الخير يا كابتن شوبير، ازاي صحتك؟ ربنا يخليك. تمام والله. يعني بشكرك على سرعة تحركك ووجودك بجوار اللاعب في المستشفى، وانا عارف ان اسرته بجوارك، لكن انت بالشكل الصحفي والاعلامي هتقدر تقول لنا الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي؟ يعني حاليا كابتن شوبير في تحسن للحاله بعد طبعا اللاعب ما خضع طبعا لجهاز التنفس الصناعي بعد طبعا سقوطه خلال مباراه مركز شباب الازازين مع كفر الشيخ، وطبعا على طول كان تم نقله لان المستشفى بينها وبين ملعب نادي الزرقاء بالظبط خمس دقائق، اقل من خمس دقائق. نعم. كل طاقم العمل في المستشفى، الجهات الامنيه كله كان متواجد. نعم. وكله طبعا بيعمل بعمل جد جدا. نعم. حاليا واحنا متواجدين يعني بعد نقول مثلا مرور اكثر من خمس ساعات على سقوطه في الملعب، حاليا في تحسن في الحاله. كل الجهات عاوز اقول كابتن شوبير تواصلت مع والدة طبعا اللاعب، طبعا وزير الشباب والرياضه الدكتور اشرف صبحي، مستشار وزير الصحه، محافظ كفر الشيخ، الكل هنا متواجد، حتى مجلس اداره نادي الزرقاء برئاسه الاستاذ سمير موسى من طبعا من الساعه 5 لحد الان متواجد. نعم. مجلس اداره مركز شباب الازازين برئاسه الاستاذ علي الازاز متواجد، مجلس اداره كفر الشيخ بالكامل متواجد في هذا التوقيت، الكل كمان وزاره الصحه وكمان وزاره الشباب والرياضه اصدرت بيان من دقائق، الكل كابتن شوبير بيوفر حتى في بعض الطاقم الطبي كمان هيوصل للمستشفى. طبعا عاوز اقول لك طبعا ان في كمان اظن الكابتن هاني مطر رئيس منطقه دمياط موجود كمان. نعم. بالفعل. نعم. متواجد كل منطقه دمياط متواجده. نعم. عاوز اقول لك اكثر من شخصيه متواجده في هذا اليوم، طبعا لاعبنا لاعب محمد شوقي واحد من اللعيبه المميز طبعا من كفر الشيخ، اهله بالكامل متواجدين في طبعا جنب طبعا اسره اللاعب. نعم. الكل هنا متواجد كابتن شوبير، حالات كتير بتحصل ولكن الحمد لله احنا بنحاول نطمن ان خلال كمان الساعتين الجايين يكون في تحسن افضل للحاله. لو جنبك حد من الدكاتره يا رضا هيبقى جميل ان احنا نسمع منهم يطمنوا الناس او يشرحوا للناس الحاله لو نقدر، يعني لو ما نقدرش يبقى يعني البركه فيك تقدر تقول لنا الدنيا ماشيه ازاي. في صعوبه جدا ان حتى كمان وكيل وزاره الصحه كان متواجد وكان. نعم. بيحاول يطمن الناس، لكن القصه كلها لان طبعا الموضوع شائك شويه. نعم. فما كانش في حد قادر يصرح حتى سواء من اداره المستشفى او من الطاقم، لكن شكرا طبعا لوزاره الصحه على طول، وكيل وزاره. نعم. الصحه كان متواجد سريعا يطمن طبعا اسره اللاعب ان هم على الاقل في الساعات على الاقل كمان ساعتين كمان يا كابتن شوبير. نعم. يكون في تحسن افضل للي يا رب حاله إن شاء الله. اللاعب يا رب. هل والد اللاعب جنبك؟ أوه. نطمن منه؟ طيب. بالفعل الحاج شوقي. نعم. متواجد بجواره على طول، نكلمه بعد اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاج شوقي؟
الله يسلمك يا كابتن، ربنا يطمنك يا رب ان شاء الله، وتاخده امين يا رب. تاخده في ايدك بكره ولا بعده ان شاء الله، ويقعد في وسط امين اخواته ووسط اهله زي الفل يا حاج شوقي ان شاء الله. امين يا رب، يا امين رب يا ان شاء الله. كابتن، ربنا طمنا يديك يعني، الصحه انت يا رب. اب وانت يعني اكتر واحد بتبقى على درايه واكتر واحد بتكلم الدكاتره، طمنا الدنيا ماشيه ازاي؟ والله الحمد لله، يعني الدنيا كانت في الاول كانت تعبانه شويه، بس الحمد لله بدات في تحسن دلوقتي، الاكسجين بدا يتحسن نعم، والنبض بدا يتحسن الحمد لله، لسه بس ان هو يفوق بس من ال... طيب هل قالوا لك الاكسجين وصل كام او ال... الاكسجين وصل ل 93، انا دخلت بنفسي شفت. بفضل الله. طيب الحمد لله 93 ده الحمد كويس من فضل الله. الحمد هل لله. النبض اصبح طبيعي ولا لسه ناقص شويه؟ يعني شويه بسيط كده، هو 158 يعني. طيب كويس، ده كويس يعني، معدل معقول لله. يعني معدل معقول جدا. طيب الدكاتره بيقولوا لك ايه دلوقتي؟ بيقولوا ان هو مجرد بس ان هو المخ بس يوصل له الاكسجين وينتبه شويه، لان طبعا لما العضله وقفت كان هو ايه اللي حصل بالظبط يا حاج شوقي؟ هو كان بيلعب والدنيا حلوه خالص، واخر 10 دقائق وفجاه كده مسك قلبه وجه وقف، عضله القلب وقف. هل هو فعلا زي ما قالوا انه كان بيخسس شويه، وخس الاسبوع ده 2 3 كيلو، ده اثر شويه؟ نعم. هو عنده كام سنه محمد؟ محمد عنده كام سنة؟ عنده 29. 29 سنة، متجوز ولا حاجة ولا لسه؟ متجوز ومخلف. عنده ايه؟ عنده احمد. ربنا يبارك لك فيه ان شاء الله، ويقوم له محمد بألف سلامة ربنا ان شاء الله بإذن الله. لكنه يعني احنا كلنا متفائلين، واكيد حضرتك متفائل قبلنا يعني ان شاء الله. الحمد لله، والله الحمد لله، ومعالي الوزير كلمني نعم، الدكتور اشرف صبحي ما شاء الله ربنا يبارك فيه، نعم، ومعالي محافظ كفر الشيخ وزير محافظ كفر الشيخ برضه كلمني، نعم، الحمد لله. هل في اي حاجه، اي حاجه طبيه مطلوبه يا حاج شوقي؟ لا الحمد لله بصراحه، يعني الناس هنا قايمين بدور جميل جدا جدا. لا لا لا، بتوع الزرقاء دول الجدعانه كلها، والحاج حاج سمير موسى اللي عندك ده بصراحه من اول الناس تحت في الاستقبال بتوع الامن لغايه فوق الدكاتره. نعم، وكيل وزاره كان هنا جه مرتين، نعم، ونائب المدير موجود، مدير المستشفى موجود، والممرضات والدكاتره بتوع العنايه ما شاء الله ربنا يبارك فيهم. في اي حاجه انت عايزها، في اي حاجه قول اللي انت عايزه، قول اي حاجه انت طالبها، بحيث ان احنا نوصل صوتك للجميع. انا عايز دعوات الناس كلها لمحمد شوقي، لانه فعلا مؤثر. حط صوره محمد شوقي على الشاشه عشان الناس كلها تدعي له. طيب جدا واخلاق يعني. نعم، هو لعب، هو من ناشئ غزل المحله الاول، ولما جه دخل الجيش وخلص وما عرفش يرجع الغزل تاني، وكان صعب طريق اول يعني، ما كابتن محمد فايز وكده. نعم، ورجع تاني لما خلص الجيش، راح سبورتنج كاسل، وبعد كده تسوق، وبعد كده جه طب. ربنا يطمنك يعني. ما محمد يعني ما شاء الله، يعني من اخلاق الدين كلها ما شاء الله، طبعا متدين ما بيسيبش ركعه يعني، الحمد لله. فلاح ابن فلاح، لازم يكون متدين، لازم يكون ملتزم، لازم يكون جميل يعني. ربنا يبارك. اي حاجه يا حاج شوقي احنا موجودين معاك على مدار الحلقه، هو اي وقت ان شاء الله، وتليفوناتنا مع زميلنا العزيز رضا السنباطي، اي حاجه بلغونا. وبنشكر بلسانك وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي، وزير الصحه دكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ كفر الشيخ، وكل المسؤولين، مسؤولين في نادي الزرقاء، المسؤولين في نادي كفر الشيخ، المسؤولين في المستشفى عندك في الزرقاء، وربنا يجازيهم خير يا رب ان شاء الله. للمره الثانيه بقول لك، لو محتاج اي طلب اي حاجه احنا على الهواء، اتفضل قول يا حاج شوقي. عايزين دعوات الناس بس لمحمد، مش عايز حاجه كده والله. ان شاء الله ربنا يطمنك عليه. يعني هو في ايد ربنا دلوقتي خلاص، ما الدكاتره عملوا بصراحه يعني اكتر من اللازم زياده كمان، وهو في ايد ربنا بقى دلوقتي ان شاء الله. ربنا ان شاء الله يطمنك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا الحاج شوقي، والد اللاعب محمد شوقي، اللي انتقل الى المستشفى بعد ما فقد الوعي خلال مباراه مركز شباب الازازين مع كفر الشيخ في القسم الثاني، وهو الان يرقد في مستشفى الزرقاء، والدكاتره لم يقصروا والمسؤولين لم يقصروا، ده بلسان والده، واحنا متابعين معاكم على مدار الحلقه ان شاء الله. ان شاء الله نطمن عليه ويكون بشكل جيد. بس انا هنا الحقيقه ليه طلب، تعمدت اسال والده، لان لما بشرت وتابعت القصه، او تابعت عفوا الحاله، عرفت انه كان بيخسس، ووالده اكد هذا الامر. فنخلي بالنا الكلام ده يبقى تحت اشراف طبيب يا جماعه، عشان الدنيا تمشي بشكل جيد باذن الله.